مع حلول فصل الشتاء تزداد معاناة سكان حي قرفالة وسط مدينة المسيلة، حيث تتحول الطرقات إلى برك مائية وشوارع تغمرها الأوحال. فلا هذه رانا مش مخدومة طول نهار اللي تصب المطر تولي عندنا طاينة بزاف وتولي عندنا الماء والذراري ما يقدرش يروحوا يقراو وشكينا عليها وما حبوش يجوا يخدموها كدا خطرة نروحوا نشكيو عليها كدا ما يجوش ليها طول. ويا واش راح نقول لك الطريق هاك تشوف به الذراري انا هاي بنتي هاي ما طلقتهاش راح تقرا ما عندنا لا طريق ما عندنا والو هذه هي مشاهد لشوارع الصور فيها ابلغ من كل تعبير خاصة عندما تعمر المعاناة لسنوات. رانا ندخلوا بالبوط منا اولادنا يجوا من القرايا يدخلوا للدار مرمدين شوف يدخلوا مرمدين الشارع دائما الشارع هاك مرمد الطريق العادة يروح يدخل للشارع يجيب 10 كيلو غرق ويدخل للطريق. جهتنا اتصلنا برئيس بلدية المسيلة فكان رده التالي. كاين سكان مطالبين بتعبيد الطريق، احنا ان شاء الله بربي ان شاء الله مع المجلس الولائي مع البلديه ومع الدائره ومع السيد والي ولايه تمسيله سوف نسعى ل نسعى لتنميه هذه البلاد، وحنايا بلا مزيتنا هذو خوتنا ولاد الجزائر ونخدموا ونعاونوهم، احنا جينا اللي ما عندنا حتى غرض، عندنا غرض نخدموا خوتنا الشعب السراء والضراي. تبقى معاناة سكان حي قرفالة مستمرة ونعمة تساقط الأمطار من فرحة إلى نقمة.